كشف الحسين عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن جديد الحالة الصحية لأمين فرحان مدافع فريق الوداد الرياضي. وكشف الحسين عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي أن المدافع الودادي المذكور يغيب عن تشكيلة الودادية بسبب عدم اكتمال جاهزيته، مؤكدا أنه سينال فرصة المشاركة مع فريق الوداد الرياضي عند استعادة إمكانياته بالكامل. وأضاف مدرب فريق الوداد الرياضي أن فرحان لاعب متميز ومنضبط وبدأ يستعيد مستوياته، موضحا أنه من بين العناصر الأساسية داخل الوداد. تصدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي كان قد حقق يوم الأحد فوزا ثمينا على النهضة البركانية بنتيجة هدفين نظيفين.